السلام عليكم. سمعنا كيفكم بحكاية الإيقافات والمنتخب الوطني فيه 3 شهور موقفين، معناتها يبحثوا، والكلام اللي سمعتوه انتم الكل هذوما معناتها ال14 شهور هذوما، أنا معناتها ملمومين، معناتها كلنا في البيت، معناتها يوريك الكلام اللي قاعد يتقال كله ما فماش منه. اللي صار اللي هو مشينا الجراند سيرفاس، معناتها دخلنا الستور، رئيس البعثة معناتها قال كل واحد كل شهر عنده موطن معين باش يدخل ياخو. دخلنا معناتها نقيسو في السبادريات، ظهر لي معناتها تنجمو تشوفو في السيكونس ما فما حتى واحد قاعد يسرق ولا يخبي في مريول ولا يخبي في سبادري يا ربي ولا أي حاجة، لا تحت سروال ولا تحت مريول ولا حتى شيء. اللي صار اللي هو معناتها احنا معناتها ندورو في الستور، خرجوا معناتها جوار منا البرة، صوروه البرة وقالوا معناتها راهو قاعد يسرق. قالوا لكم احنا قاعدين نقيسوا، نستناو في رئيس البعثة، معناتها هو اللي بشي يخلص. ظهر لي معناتها في العالم الكل ما فما حتى عابد معناتها يشري سبيدري ويسرق بلوتو سبيدري ويخرج معناتها يحوس بيه معناتها في المول. من فوق هذا الكل معناتها ظهر لي معناتها في استراليا، ماناش في حتى بلاد اخرى، معناتها عندهم انت الادريس نتاعنا، عندهم اسامي العباد بالواحد لي فيزا نتاعنا كل شيء. معناتها كان جات فما اي حاجه معناتها راهو توقفنا، معناتها جمعيه كامله ولا اي واحد عمل حاجه، فما 32 كاميرا معناتها في الستور، معناتها كان جات فما حاجه معناتها ولا واحد خبى معناتها سرق وخبى وخارج ولا حاجه، راهو صوروه بالواضح، جست صورونا معناتها في وسط الستور قاعدين نقيسوا في الصبابط. والجوار اللي صوروه البرة، الجوار اللي صوروه البرة خرجوه البرة واستجوبوه البرة، قعدوا يحكيوا معاه وبعمل ما فماش عامل اللغة، دونك كانت ما فماش كوميونيكاسيون، وهذايا معناتها اللي صار وكهو.